السلام عليكم، انتم الان مباشره من محل اواني البركه. دائما الجديد كيف ما عودناكم، والتخفيضات اللي كتوصل عندنا حتى ناقص 50%. اليوم جبنا لكم سلعه زوينه، سلعه واعره كيف ما عودناكم، كذلك الاثمنه اللي كتوصل عندنا حتى ناقص 50%. اسمحوا لينا على الروطار اللي درنا عليكم اليوم. الناس الصراحه كان المحل عامر، ما لقيناش كيفاش نديروا لكم باش نطلقوا اللايف، تعطلنا واحد ثلث ساعه، كنعتذروا. مرحبا باول ملتحقين، الاخت فاتحه مرحبا بك، مرحبا بالناس اللي حاضرين معنا في اللايف. نبغي كلشي يبارطاجي اللايف باش نوريكم السلعه اللي جات، كذلك الاثمنه اللي كاينين، كذلك بزاف ديال الحويجات كاينين، منهم هذا البلاطو الخطير اللي جاي واعر وانيق. بالنسبه لي موديل فيه جوج ديال الزواقات، فيه البيض وفيه الذهبي اللي كيجيو على هاد الشكيلات هادو، واعرين وانيقين. وريني يا عمر، هذا خطير هذا البلاطو. هذا بالنسبه لهذا البلاطو، هذا راه كان جانا واحد المده هذه وسال لينا، وكذلك اليوم جبناه لكم في جوج ديال لي كولور، بيض بالذهبي بالنسبه للناس اللي عندهم السرابس البيض، كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم السرابس الذهبي حتى هما راه جبنا لكم في الذهبي. خطير هذا البلاطو هذا. بالنسبه للثمن ديال، وعليكم السلام تبارك الله، الله يبارك فيك اخت سهام، اخت عائشه، كاين شي جديد الياس سليماني، كاين ان شاء الله كل دائما الجديد اولهم. كاين هذا الارتيكل هذا، حنا مازال غنوريكم ان شاء الله الجديد، نسينو هي اللايف يطلع ونبداو لكم بالاثمنه. بالنسبه لهذا الارتيكل جبنا لكم واعر، هذا ارتيكل خطير، ارتيكل اللي ما مجلخش في السوق، اللي قليل صراحه الله، اللي كتكون من ثلاثه ديال القطاع، من الصغيره للمويه الكبيره، كيصلحوا المملحات، كيصلحوا لي ماكارون. فرقهم لي عمر باش يبانوا ليا فوق فوق هنا، وريهم ليا. بالنسبه لهذا الارتيكل هذا دابا اللي جبنا لكم راه خطير، بالنسبه للكبيره راه فيها اكثر من 15 سنتيم ديال الدوره ديالها، خطيره وبالرجيلات ديالها زوينين وانيقين. بالنسبه للثمن ديالها حنا غادي نقول لكم الاثمنه، نسينا شويه اللايف يطلع، كذلك نبغي الناس اللي حاضر معنا في اللايف كلشي بارطاجي اللايف. ونعاودوا نذكركم بالقانون المسابقه، واللي هو الا كيكون معنا فائز واحد دائما بالمسابقه وصلنا ل 100 اولا ما وصلناش كيكون معنا فائز، فتنا ل 100 كيكونوا جوج الفائزين، وصلنا ل 300 تيكونوا اربعه، وصلنا ل 400 تيكونوا خمسه، كل 100 كنزيدوا عليهم فائز واحد. اللي دا نبغيو كلشي بارطاجي معنا اللايف باش يكثر المنافسه، وكذلك باش يكثر الفرص ديال الفوز للناس. بالنسبه للناس اللي ربحوا معنا ومازال ما صيفطنا لهم، باش نبغيو كلشي يذكرنا، الله يجازيكم بخير، كلشي يبغي يذكرنا، كلشي يذكرنا، راه بزاف عندنا ديال الفائزين، اولا بزاف ديال الكونفرساسيون اللي كنوصلوا، حتى كنا نقدروا نساو شي واحد ما كنصيفطولوش، اللي يعني الواحد من الاحسن يذكرنا الله يجازيكم بخير باش نصيفطولو السخيره ديالو، وكلشي يبقى في امان الله، وكلشي مرتاح، وكلشي مستفد من العروض اللي كنديرو. بالنسبه لهذا الارتيكل هذا 99.1 ل 100، اذا معنا اليوم جوج الفائزين راه كاينين. غادي ندوزو اول حاجه، غنبداو بهذا الارتيكل هذا. عمر جمع لي هذا الارتيكل، نبداو بهذا الارتيكل خطير، ولي الثمن ديالو شحال عمر هذا؟ واش 60 درهم؟ 1200 ريال، يا سلام، ثلاثه لي بياس ب 60 درهم، شي حاجه اللي انيقه وخطيره، عرفتي هادشي هذا واعر واعر واعر. شحال قلنا الثمن ديالهم؟ 1200 ريال، هادو بثلاثه بهم 1200 ريال، اثمنه واعره. ناري حميه حمزه حشومه عليك، هادشي كيحمق وانا بعيده، راك عارف فين كاينه. مرحبا بك اختي ام صفوان، نصيفطولك اختي فين ما كنتي ما كاينش مشكل، نصيفطولك على كاين الارسال. بالنسبه للكميه ديال هاد الناس اللي غيسولونا على هاد الفراقه هذه على ثلاثه، اولا نقولوا عليها لي ماكارون على ثلاثه. بالنسبه للكميه راه كاينه الكميه، والواحد يجي يستافد من واحد العروض مازال متوفره. بالنسبه الاثمنه قلنا الثمن ديالهم 60 درهم، ولا كونتيتي راه كاينه، ولا كاليتي كذلك حتى هي راه كاينه. غادي ندوزو كذلك لثاني حاجه، واللي هي هذه الفراقه على ثلاثه اللي كتجي على هذا الموديل هذا، يا سلام فراقه خطيره، هذه راه العدد فيها قليل جدا، عاودوا نذكروا الناس بها، العدد قليل جدا، فرقهم لي في الارض، يا سلام فراقه واعره. خلينا هذه الكبيره، خلينا نشوفوا الجناب ديالها، نشوفوا الجناب عمر ديالها، يا سلام يا سلام. الحمزه اليوم رد البال لي كومونتير، مرحبا اختي ام صفوان، صافي كوني هانيه، كلمه وحده ما كيدوش ما كيربحش معنا مولاها، ايموجي حتى هو كذلك ما تيربحش معنا مولاها، يعني على الاقل يكونوا جوج ديال الكلمات. الاخت عائشه كيحمقوا، مرحبا اختي، لا لا جواعين هذوك، راه ما بغيناش نجبدوهم. بالنسبه لهادو راه ما بغيناش اختي نجبدوهم كاع حتى لنهار اللايف، ما بغيناش نجبدوهم حيت حنا عارفين الا جبدناهم هادو راه من يوم ثلاثه هما عندنا، ما بغيناش نجبدوهم حيت عارفين الكونتيتي عندنا فيها محدوده، اللي فيها واحد 100 بياسه، يعني الا جبدناهم من نهار الثلاث لدابا غادي يكونوا على الاقل بقى واحد ما يقدروا يكونوا سالاو، يعني اكتفينا بانه السلعه اللي عندنا ما خرجناش كاع الجديد، خلينا حتى اليوم 200 واحد حاضر معنا في اللايف، يعني ثلاثه ديال الفائزين. شكرا لكم، شكرا على البارطاج ديالكم، نبغي كلشي بارطاجي، نبغي كلشي يعطينا قليب قليب باش ندوزوا لهذا الارتيكل هذا الخطير
اللي كيجي على هاد الزواقه وسمحوا لينا حطيناهم في الارض هي باش يبانوا الحجم ديالهم، كتكون هي من الصغيره حتى الكبيره. ندوزوا لهاد الصغيره هادي اللي كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي واعره. وي صافي حيدوا دوك 20 درهم، عطي 1000 درهم. بالنسبه للخدمه ديالهم كتجي هكا على هاد الديكور هذا، وبالنسبه للثمن كذلك راه ثمن واعر. نعاودو نقول لكم نغبيو كلشي، عطينا قليب قليب باش نقول لكم الثمن ديال هاد السيرفيس على ثلاثه. اللي الصراحه الله ماشي، راه كاين واحد الموديل في السوق كيتسارى، راه الصغيره ديالو كتكون صغر من هادي. حنا عاطينكم هاد الكبيره هادي راه هي المويان في السيرفيس الاخر. بالنسبه للثمن ديالو ما كيتعداش 200 درهم 4000 ريال. لاحظوا معايا ثلاثه ديال لي زيطاج، والثمن كذلك ثمن واعر اللي هو 200 درهم. حمزه وعمر محل خوال محل رائع، حمزه البيك بوس نجر فؤاد، الله يحفظك السي فؤاد. نعاودو قلنا ندوزو لهذا الارتيكل هذا، هذا الثمن ديالو عمر شحال؟ 270 درهم ولا شحال؟ 200 درهم. 300 بياس 200 درهم، 300 بياس 200 درهم. يعني صحاب الكادويات غيستافدوا، صحاب الديكوراسيون ديال الدار، صحاب كلشي كلشي غيتهلا في راسو ابتداء من اليوم ان شاء الله، ولا نقولوا من ابتداء منين بدات اواني البركه، وكلشي راه كيتهلا في راسو. بالنسبه قلنا لهذا الارتيكل هذا راه الثمن ديالو 200 درهم، اولا الناس اللي غيبغيو يديو بالوحده كذلك راه كاينه 60 درهم على 70 درهم على 80 درهم. لاحظوا معايا اثمنه خياليه وخطيره وكذلك واعره وما كايناش في السوق. بالنسبه نعاودو نذكرو عمر هز لي السيرفيس كامل نشوف. 284 واحد حاضر معنا في اللايف، نبغيو نكملو 300 باش يكونوا معنا ثلاثه ديال الفائزين. وقعنا واحد المشكل اللي صراحه الله عاد قالوا هنا الناس، وهو انه هنا في اللايف عندي ما كيبانوليش العدد ديال الناس اللي كيتفرجوا. كيكونوا عندي هنا نفترض واحد 200 كيبانوا لي هنايا باللي حاضرين لايف، وهما كيكونوا في لايف واحد اخرين عند الناس ولا اللي كيتفرج كيكونوا واصلين 300، وكنكونوا حنايا مازال ما باينينليش هنا. يعني كنوصلوا حنا ل 100 خصهم يكونوا عارفين. تنتوما كذلك الناس اللي حاضرين معنا في اللايف، لا شفتوني وصلت ل 300 ولا وصلت ل 400 وما ديكلاريتش، الناس يكتبوها لي تحت باش نعرف. كلشي يكون معنا يخدم معنا دقه دقه، حيت كيوقع لنا هذا المشكل. قالوا هذيك النهار في اللايف في لي كومونتير كتبوا لي انه كنوصلوا ل 300 وانت ما كديكلاريش، واني انا في ديك الساعه راه كنكون عندي هي واحد 260 اللي باينه لي هنايا في اللايف. حاليا دابا عندي 304، وصلت 304 هما. الناس اللي حاضرين معنا في اللايف دابا حاليا كيبانوا لنا 307 ديال المتفرجين اللي معنا في اللايف. واش الحساب هو هذاك او لا اكثر؟ دابا نجي عندكم ياسمين ادريسي، مرحبا بك اختي. اولا هذا الارتيكل هذا نعاودو نذكروا الناس بلي راه ما فيهش العدد كثير، حيتاش خرجنا هذا الصباح هذا وتباع لنا بزاف اللي ما عرفنا ما نديرو الصراحه، واش نعاودو نجمعوه واش ما عرفنا شنو غنديرو. ارتيكل خرجناه في الصباح كلشي داه كادويات حيت فيه ثمن واعر، وبالنسبه للاصغر فيهم اصغر بياسه واللي هي هذه راه كبيره مقارنه مع حوايج اخرين، كبيره نقدروا نعطوها نفترض مع هذا البلاطو هذا هي باش يبان شو الحجم ديالو قداش. هذه الثمن ديالها بوحده شحال عمر؟ 1200 ريال 60 درهم. المويان ديالها الثمن ديالها 70 درهم، والكبيره اللي كدير ب 120 درهم في محلات اخرين عند اواني البركه غيستافدوا منها غير ب 1600 ريال اشريف 80 درهم. لاحظ معايا هذه قداش دير فيها جوج براد، والله تدير فيها جوج براد غير باش يبان لي الحجم اخويا ديالها. دير فيها جوج براد صينيه هذه راه ماشي بريزونطوار باش نكونوا متفاهمين. شوف الحجم فيها جوج برارد ومازال فيها اتساع، والثمن ديالها شحال؟ 80 درهم 80 درهم. والعدد محدود وقليل جدا الصراحه الله، نقولوها للناس باش ما يكونش واحد الطلب عليها اللي كثير حيت العدد جا فيها قليل، وعاد زيد انه تبعت اليوم بزاف. هذه اللي عندي مويان دير فوقها براد 379 واحد كتفر 380 واحد كتفرج معنا في اللايف، نبغيو نكملوا 400 واحد باش يكونوا معنا خمسه الفائزين فاسرع مده ممكنه، واللي هي غادي نبقاو وقيلا نباطوا الركور راهم نبقاو ان شاء الله. 400 وصلات، حنا مازال ما وصلت عندها هي عاد وصلات 405. يعني معنا اليوم خمسه الفائزين بصحتهم وراحتهم هاد الخمسه الفائزين ان شاء الله اللي غيكونوا معنا. كذلك منين وصلنا 400 نطمعوا في 500 ونطمعوا في 600 ان شاء الله، كلشي غادي يربح ويكونوا الحظوظ كثار ديال الناس اللي غيربحوا معنا في المسابقه. قلنا سيدي هذا الارتيكل الاول دوزناه ب 200 درهم، كاين الارتيكل الثاني واللي عليه العمد اللي هو هذا خطير جدا، الثمن ديالهم ثلاثه ديال لي زارتيكل ب 1200 ريال. يا سلام واعر 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 هذا الارتيكل هذا الصراحه الله عجبني انا كفورني او لا كمول المحل اللي كنوفر لكم هذه السلعه هذه. هذه شريت هذا الارتيكل هذا بالشهوه حيت فريمون ارتيكل واعر، كتكون من ثلاثه ديال القطع كيجيو الزوينين، كيجيو لي ماكا لي بونبون، كيجيو المملحات لي ماكا عطا الله ما يدار فيهم. بالنسبه للثمن قلنا راه لا ما كيتعداوش 1200 ريال.
راه وصلت 400. ام محمد راه مرحبا اختي صافي دابا حاليا راه اللايف غادي معايا اجور. غادي قلنا ندوزو من هذا الارتيكل هذا وغادي نمشيو لهذا البلاطو هذا الخطير اللي هو جاي على جوج ديال لي كولور. الثمن ديالو كذلك ما كيتعداش 1200 ريال. كتجي فيه الحلوه كيجيو فيه الكاطو لي ماكارون كيجي داك الشيء نخويا يا سلام. بالنسبه للثمن قلنا 1200 ريال. كذلك غادي ندوزو عاوتاني الحويجات اللي جاو جداد واللي هما غندوزو لهذا البلاطو هذا اولهم غندوزو بلي سيرفيت. عمر وريني لي سيرفيت كذلك غادي نوريكم شي حويجات يا سلام. وكاينه واحد الارتيكل اللي واعر فيه ثمن خطير. هذا راه حاجه موصينا عليها الناس بزاف بزاف موصينا على البالو والموس قدرنا نوفروهم لكم. كذلك في الذهبي كيف ما عودناكم الذهبي كذلك زائد الكحل والثمن ديالهم راه ما كيتعداش كاع. انا مازال هذا فيه مفاجاه خطيره هذا الارتيكل هذا مازال ان شاء الله غنوريكم كل شيء. نبغي كل شيء يبقى معانا مع في اللايف باش يشوفوا الهموز ويشوفوا الهوتات اللي كاينين. غندوزو اول حاجه بالنسبه لهاد لي سبورت سيرفيات شحال فيهم من زواقه عمر؟ ثلاثه. غندوزو اول زواقه اللي هي هذه بلديه زواقه واعره والثمن شحال؟ 50 درهم 1000 ريال عوض 1200 ريال 1000 ريال. كذلك ندوزو لهاد الارتيكل الثاني اللي على هاد الموديل هذا وكذلك الثمن ديالو شحال؟ 50 درهم. وريني الثالثه سيدي باش نشوف كلهم واعرين. هذا سواري هو كذلك زواون. حط واحد فوق واحد باش نشوفوا لي موديل اللي فيهم شي حاجه اللي زوونه وانيقه والثمن كذلك ثمن واعر اللي هو 1000 ريال 50 درهم. غادي ندوزو مالين 70 درهم. 70 درهم شنو الفرق ما بينهم بين 50 درهم؟ وهو لا كاليتي وزائد الرجيلات زائد الخدمه الثقل. هادو الا جينا نقدروا جينا نعبروهم غادي نلقاو الدوبل ديال 50 درهم في الثقل. جبت لي كاع لي الزواقات ديال 70 درهم باش ندوزو عاوتاني مولات 80 درهم. جبنا لكم اليوم اربعه ديال ثلاثه ديال لي موديل ديال لي سيرفيات. كاينه العاديه كاينه المويان كاليتي وكاينه لوت كاليتي. وهي لوت كاليتي هي هذا الموديل هذا ديال الريشه. حنا مازال غادي ندوزو له وغنوريكم بالنسبه للموديل المويان كاليتي اللي فيه الرجيلات وبالنسبه للثقل حتى هو ثقيل زايد على الاخر. الثمن ديالو قلنا 1400 ريال. هذا فيه الزواقه رقم واحد اللي هي هذه. يا سلام هذه الزواقه هي هذا جايه كواري واعره. زيدنا سيدي الزواقه الثانيه شحال فيهم الزواقه هذا؟ خمسه. يا سلام الزواقه الثانيه هي كذلك انيقه. زيدني الثالثه نشوف. يا سلام تاع الثالثه هذه فينيسيون. هذه بالنسبه للفينيسيون هذه لعلك تخمم هذه فينيسيون خطيره بالنسبه لهادو ديال 70 درهم جايين فينيسيون نفس السيرفيس اللوزا. كذلك راه متوفر 459 واحد حاضر معنا في اللايف. بغينا كلشي يعطينا قليبات كلشي يعطينا قليبات يلا كلشي يعطينا شويه ديال القليبات كلشي بارطاجي معنا اللايف. كذلك بلاتي شويه غنشوفوا شحال ديال البارطاج معنا واش الناس كتفاعل معنا وغندوزو ان شاء الله كذلك لي زارتيكل اللي جبنا لكم جداد. بالنسبه للموديل الخامس اللي هو هذا. يا سلام يا سلام زواقه واعره هذا عمر بلدي. هذا زواقه خطيره والثمن ديالو كذلك ثمن واعر اللي هي 70 درهم. لاحظ معايا الفينيسيون الزجاجه طايره. لا ما كاينش ما كاينش. هذا بالنسبه لهذا الارتيكل هذا فيه كاليتي واعره كاليتي ديالو واعره. غادي ندوزو للكاليتي الثالثه اللي هو واللي هو الريشه. الريشه يا سلام الريشه حتى هي هذه بالنسبه لهذه عاوتاني شي حاجه بريستيج شي حاجه ماشي بريستيج شي حاجه الحماق ديال البريستيج. هذه الريشه بالنسبه للناس اللي كيديو من عندنا لي باك راه مازال كذلك. هذه الريشه هذه راه فيها الباك ديالها. غنعاودو نذكركم بالباك ديال الريشه اللي فيه السيرفيات فيه السيرفيات الاخرى الواقفه. وريهم لي عمر كذلك. ها هي كاين كذلك هاد السيرفيات هذه على هذا الشكل هذا اللي كان الثمن ديالها 80 درهم حاليا غادي نوفروها لكم غير ب 70 درهم. اتينا عمر اتينا بالجديد اتينا والاثمنه وزيدني اخويا شنو هذه 30 درهم هذه. يا سلام اربعه ديال الريشات عوض وريشه وحده. في الاول كانت عندنا حنا حاطين لكم هنايا واحد الارتيكل باش تشوفوه واللي هو كانت فيه هذا هو اللي كان عندنا في الاول 30 درهم كانت فيه ريشه وحده من هذا الجنيب هذا. قدرنا حاليا اليوم نوفروا لكم في هذا اللايف هذا اولا اللايف اللي داز كذلك كانت هذا الارتيكل متوفره في اللايف اللي داز فيها اربعه ديال الريشات. جوج ريشات من القدام وجوج ريشات من اللور. تقدم من الموس من عندنا حنايا وكذلك الثمن كيبقى نفس الثمن راه وريتهم قديمه. قلنا الثمن ديال هذه شحال 30 درهم. السيرفيات هذا الرولو الوقف ديال الثمن ديالو شحال 70 درهم. بالنسبه للي بلاطو كذلك حتى هما الناس بغاو يكملوا لنا لي بلاطو ويشوفوا. يا سلام اش هذا الشيء. بالنسبه لهذا البلاطو حتى هو راه كاليتي قلت لكم سوبيريور كاليتي خطيره. 500 واحد حاضر معنا في اللايف ان شاء الله اليوم. اذا 6 ديال الفائزين غيكونوا معنا
يا سلام. كذلك كل اللايف دابا حاليا كنوصلوا دابا 6 ديال الفائزين، الله اكبر كبيره. غادي نكملوا اللايف باش نخليو الناس يمشيو يقضيو غواردهم. كذلك عاوتاني قلنا الكبير الثمن ديالو شحال عمر؟ 220 درهم. لا غادي يبقى غنديروا لهم في هذا اللايف غير 200 درهم طيله الاسبوع. 200 درهم الكبير عوض 220 درهم، يديوه الناس غير ب 200 درهم. غادي نديروه بالطول باش يبان ليا الحجم ديالو حتى هو. كذلك غادي نديروا فيه واحد البريريت، سمحوا لينا نديروا فيه واحد البريريت باش يبان لكم الحطه ديالو، حطه انيقه، حطه خطيره، كيجي واعر مع الذهبي ديالو مع الريشه شويه خفيفه كتجي زوينه. بالنسبه للثمن قلنا شحال؟ 200 درهم. يا سلام كلشي كيحمق نجوا زوين. شكرا اختي كريمه فتح الله 492. لا حنا حاليا 550 فوق تواجيز، قدرنا نوفر نوصلوا ل 550 واحد كتفرج معنا في اللايف. شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم، كذلك شكرا على لي جيم والقليبات اللي كتعطيونا، كذلك البارطاج هو اللي تيخلينا انه نوصلوا لهذا العدد كامل ديال الهائل ديال المتفرجين اللي كيتفرجوا معنا. شكرا لكم بزاف، ما شاء الله تبارك الله عليكم خويا حمزه ايمن حجي الله يبارك فيك. شكرا لكم كذلك تنتوما. اليوم غادي ندوزو كذلك قلنا لهذا البلاطو الكبير اللي كان 220 درهم، حاليا غنوفروه لكم غير ب 200 درهم طيله الاسبوع. بالنسبه نذكرهم عمر بالصول اللي كنديروا دائما هو انها ولا جاري طيله الاسبوع. طيله الاسبوع اللايف الثمن اللي كنوريكم في اللايف راه كيبقى طيله الاسبوع، كنا كنديروه سبت وحد، حاليا دابا طيله 2 3 4 فوق ما جيتي اجي حتى الجمعه نجيو نحلوك المحل نعطيوك بالصول ديال السبت والحد. هاي راجل مرحبا سيدي، مرحبا وشكرا لكم بزاف. اول حاجه قلنا البلاطو هذا 200 درهم عوض 220 درهم، كذلك هذا البلاطو هذا عمر غادي يستافدوا من الناس غير ب 150 درهم عوض 160 درهم. كل لايف كنزيدوا نطيحوا كاين الكاري ديالو، مازال غندوزو وريني الكاري ديالو. قلنا هذا الاوفال كيجي البلاطو، كيجي البلاطو، كيجي كابريزونطوار، كيجي الحلوى، كيجي التسربيه، محدو رومي، محدو كيتحط فيه كلشي اللي عجبك كيتحط فيه. 562 واحد شكرا لكم، كلشي غنبغينا نوصلوا كذلك عاوتاني 600 ويكونوا معنا 7 ديال الفائزين. شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم. هل ترسل الى المدن؟ فاتحه كنرسلوا اختي للمدن على حساب انت شنو بغيتي، واش مع الكار او لا مع شركه الارسال. شركه الارسال حاليا لقينا مع واحد المشكل واللي هما كيرسلوا بالكيلويات، بالكيلويات. وحنا عندنا واحد السلعه اختي اللي الصراحه الله شويه ثقيله، يعني هما دايرين لك ماكسيموم 5 كيلو كتصيفطها ب 45 درهم لجميع المدن. حنايا دابا على ما كنلاحظوا الا كانت الكوموند قل من 5 كيلو راه كنصيفطوها للناس مع شركه الارسال، كانت اكثر من 5 كيلو راه كنصيفطوها لهم مع الكار باش كطيح عليهم شويه موالمه القضيه في ترونسبور. حيت الا فتنا 5 كيلو كتولي عاوتاني من 5 ل 8 ب 65 درهم، كتجي شويه قاصحه القضيه. حنا تنبغيو نقلبوا الناس على حاجه اللي تكون فيها ثمن خطير وثمن واعر. بالنسبه للمربع عمر قلنا شحال؟ 150 درهم، حتى هو كذلك عوض 160 درهم. كلشي غيستافد من هذا العرض هذا ديال هذا البلاطو الريشه، كذلك غادي يعاودوا يستافدوا من السيرفيات ديالو الصغيره ديال 30 درهم راه متوفره، والعدد كذلك حتى هو متوفر. كذلك غادي ندوزوا عاوتاني البورترولو اللي هو هذا خطير، والثمن ديالو عوض 80 درهم ولا غير ب 70 درهم، شي حاجه اللي صراحه الله واعره وانيقه والثمن خيالي. بالنسبه للاثمنه راه كل لايف كل لايف كنزيدو نطيحو لكم على اللايف اللي قبل منه. حاجه نفترض لا دوزات عندنا حنايا، نفترض سيمانه كنعاودو نديرو لكم ثمن فيها خطير، واقتضى الحال اننا كاع نبيعو لكم تبقى من راس المال ما عندناش مشكل، يعني الواحد يجي يستافد والكليان يخرج على راحته، هذاك هو الفضل عندنا. بالنسبه قلنا السيرفيت هذه عوض 90 درهم غتستافدو منها غير ب 80 درهم، الرولو قلنا عوض 80 درهم تستافدوا منه غير 70 درهم، البورت سيرفيات اللي كتجي هكا يا صغيورة عوض 35 درهم أولا 40 درهم كنوفروها لكم غير ب 30 درهم، نفس الثمن ديال البورت سيرفيات اللي كانت عندنا في الأول اللي فيها ريشة وحدة. واخا الثمن زايد شوية في هذه، ولكن إلى أنه حنا كنبغيو نوفروا للناس شي حاجة اللي تكون واعرة وتكون ثمنها قل من لاكاليتي ديالها. غادي ندوزو ثاني حاجة للبلاطويات. البلاطويات اللي جاو جداد الشريف ديالنا، ارى لي خويا البلاطويات اللي جاو جداد وريني. بالنسبه لهذا البلاطو الطويول حتى هو جاي واعر 606، يعني 7 ديال الفائزين معنا الشريف. الناس حاضره معنا في اللايف، الناس كتسنى اللايف ديالنا، شكرا لكم بزاف والله، شكرا من القلب. حيت فاش كندخلوا كنديروا هذا الوقت الوجيز اللي كنوصلوا فيه حتى ل 600 واحد كيتفرج معنا في اللايف، يعني انه مازال كاين السلعه، مازال كاين الهوته. احنا ندوزو عاوتاني واحد الهوته هنايا كتساينكم اكثريتهم، وهي هاد الريشات هادو اللي صراحه احنا غادي نجيو لهم، احنا غنرجعوا لهم غيعجبكم الحال. بالنسبه للاثمنه راه وفرنا لكم شي حاجه اللي واعره وثمن واعر. قلنا سيادنا هاد الثمن هذا ديال هاد البلاطو عوض 90 درهم عمر، غيستافدوا منه الناس طيله الاسبوع غير ب 80 درهم. 16 ميدريال، 16 ميدريال، لاحظوا معايا الخدمه ديال البلاطو، لاحظوا معايا الفينيسيون،
يا سلام. بالنسبه للثمن راه ثمن اللي خطير وواعر، واللي هو شحال 80 درهم 1600 ريال. كاين هذا الموديل هذا ديالو اللي باليدين على هذا الشكل هذا، والعدد حتى هو راه محدود جدا، الثمن ديالو 1800 ريال. بالنسبه للكولور فيه النوار بالذهبي، فيه البيض بالذهبي، وفيه المرايه ديالو، والعدد راه محدود جدا. غندوزو للبريزونطوار الثاني اللي هو هذا، البريزونطوار الثاني اللي هو هذا كيصلح حتى هو لي ماكارون، كيصلح لي بيتي سواري، كيصلح بزاف ديال الحويجات. بالنسبه للثمن ديالو عمر هذا راه ما كيتعداش 1400 ريال. ما تخلعش ما تخلع ما تدهش، صبر 1400 ريال باش غيستافدوا منه الناس طيله الاسبوع. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو، راه كتستعمل لي ماكارون، كتستعملوا لي سواري، كتستعمل الحلوه، كيجي زواون، كيجي بحال الطبيله، كتجي الزاجه من الفوق، ما كتهزلكش كميه بزاف، يعني كفي انك غادي ديري حبه هنا حبه حبه، كيجي داكشي زواون وانيق في نفس الوقت. بالنسبه للثمن قلنا شحال 70 درهم. غادي ندوزو كذلك هادو مازال البالون موس، غنخليوها هي الاخرى. غندوزو كذلك لهذا البريزونطوار اللي جا واعر حتى هو، والثمن ديالو ما كيتعداش 1400 ريال، 70 درهم. كذلك حتى هو نفس الخدمه ديال داك الطويو، حتى هو كيصلح لي ماكارون لي سواري، كيصلح زوون. الثمن ديالو قلنا شحال 1400 ريال طيله الاسبوع عمر، ماشي السبت والاحد، طيله الاسبوع. حاليا دابا غادي ندوزو للبالا والموس اللي الثمن ديالها في السوق راك عارف 120 درهم 100 درهم عند اواني البراك والذهبي. عند اواني وريني يا شريف، وريني اخويا، وريني الخدمه ديالها، وريني لا كاليتي، واش هادشي هذا زوين، واش هادشي خايب. بالنسبه للثمن ديال هذا الموس بالبالا عمر، ما 70 درهم، ما 80 درهم، ما 60 درهم، غيستافدوا منه الناس غير ب 40 درهم. 800 دريه. اييه 800 دريه. اللهم وزيد في ذلك. ها انتم لاحظوا معايا، بالنسبه للبوط ديالها هي هذه، والسلعه ديال تركيا اللي خطيره واعره، والثمن ديالها قلنا ما كيتعداش 40 درهم. يا ما بغاش تخرج ليا، تبلوكات الحمى، حلقي بلوك على 40 درهم. شي حاجه اللي واعره والثمن واعر خيالي، زوين هذا الشكل. شكرا. برنوسيه شكرا لك اختي من كازا، وقيل الاخت من كازا، مرحبا بك، ومرحبا بالناس، ومرحبا بالناس كاملين اللي حاضرين معنا داخل المغرب او لا خارج المغرب. كل شيء غادي يستافد من العروض ديالنا. بالنسبه لهاد الكوبه هذه الثقل راه هذه باينه ثقيله، بالنسبه لهاد الكوبه هذه اللي خطيره، خدمه ديالها يا سلام. من التحت راه ماشي مرايه، من التحت راه كامله ميطال، بالنسبه للفوق مرايه. بريزونطوار كذلك حتى هو كيتستعمل نفس الحوايج المسكوته والبزاف ديال الحويجات، والثمن ديالو عمر هذا راه ما 160 ما 170 ما 80 ما 180، غيستافدوا منه الناس غير 120 درهم 2400 ريال. حنا بقى ذكرني عمر باش بقى نقول الاثمنه بالدرهم وبالريال، حيت 120 درهم، حيت كاين اللي كيقول لي هضر بالدرهم، وكاين اللي كيقول لي هضر بالريال، يعني غنهضروا بهم بجوج. قلنا الثمن ديال هذا شحال 120 درهم عوض 160 درهم 170 درهم، غيستافدوا منه الناس. اواني البركه كوميرس الصحارى، مرحبا بك اختي، شكرا لكم بزاف، شكرا على الناس اللي كيدعمونا، شكرا على هاد القليبات اللي من الصباح وما طالعين ما حبسوش. هادشي كامل كيفرحنا، هادشي كامل كيخلينا نزيدوا لقدام وما يخليناش نفرانيو، يعني كل شيء كيبقى في يديكم نتوما كمتفرجين او كزبناء ديال المحل اواني البركه. الدعم ديالكم هو اللي تيخلينا دائما نبقى واقفين، وكذلك كيف ما نهار يحضر الجديد كنكونوا من السباقين، من غير الى انه كانت عندنا سلعه في المحل تيخصنا اللي كيداوى بحال هذه السيمانه هذه. نفترض هاد لي زارتيكل دابا اللي وريتكم كلهم راه كانوا متواجدين عندنا من يوم الثلاثاء، ما قدرناش نخرجوهم، حيت الا خرجناهم عارفين راسنا غادي تهرب لنا هاد السلعه هذه، ما غاديش ندوزوها في اللايف، الا انها سلعه واعره خصها ضروري الناس كلشي دوز في اللايف باش يستافدوا فيها. ويعني قدرنا نديروا هذه الخدمه هذه، وانه وفرنا لهم هذه السلعه هذه حتى اللايف، حيت تكون جبنا نهار ثلاثه تكون كل لايف ما كنكتفيوش بارتيكل واحد ولا جوج، دائما تيكون لي زارتيكل كثار، الى انه راه كاينين دي زارتيكل اللي تيكونوا عندنا وكنوريهم في اللايف اللي داز كيساليو لنا وكنعاودوا نجيبوهم. راه كيبانوا الناس بانهم راه نفس الارتيكل جالس، لا هو راه ساله وعاوتاني جا ارتيكل جبنا عاوتاني عمرنا منه ستوك. بالنسبه قلنا هذه الكوبه هذه الثمن ديالها 120 درهم، بالنسبه لهاد الفراقات هادو كذلك حتى هما الثمن ديالهم غادي ندير لهم 120 درهم طيله الاسبوع. الناس اللي كيجيو على عن طريق اللايف 120 درهم طيله الاسبوع، راه هادو مازال كنديروا لهم 130 درهم في المحل، ولكن انه الناس اللي كيجيو عندنا من اللايف كنحسبوا لهم 120 درهم. كذلك الكوبا هذا الموديل هذا حتى هو 120 درهم، كذلك حتى هو 120 درهم. عمر غتجبد لي السله لهنايا وغادي نديروا فيها ثمن فرقع. دابا نيت اخويا جبد لي السله حطها لي هنا 654 واحد حاضر معنا في اللايف، يعني بارطاج لواحد كل غيبارطاجي بارطاج واحد في لاباج ديالو اولا في لي جروب، غنقدروا نوصلوا ل 800 واحد في جوج دقائق، يعني الا بارطاجا معنا كلشي اللايف اولا كلشي عطانا قليب لواحد صافي. وني هاد السله هذه دابا عمر غادي نفرقعوا فيها الثمن صافي. شحال كانت؟ كانت 60 100 150 ياك
احنا غادي نقولوا دابا الثمن ديال هاد السله هادي راه ماشي ما تباعت باش نكونوا فاهمين مع الناس. هاد السله هادي والله العظيم الا كتخرج واكثريه ديال 60 درهم واكثريه ديال 100 درهم ودير 150 درهم كلهم كيخرجوا، ولكن لا غادي نديروا لكم فيهم عاوتاني سولد للصراحه باش نبقاو حنا دائما من الاوائل دائما من الناس اللي كيديروا لكم سليعه بثمن واعر. يعني غادي نرجعوا للارتيكل اللي هو هذا كان الثمن ديالو 60 درهم على 100 درهم على 150 درهم ياك عمر. حاليا غادي نديروا لهم هاد الارتيكل الصغير غيبقى ب 60 درهم ياك، هادي تبقى ب 60 درهم. غادي ندوزوا للارتيكل الثاني اللي هو كان 100 درهم غيديوه الناس ب 16 ريال عمر 80 درهم عمر. هاد المويه هادي اي خو واش ما شحبش راه تنضرب شويه تنضرب شويه باش ما يسمعناش بعد اخر. هات قلنا الثمن ديال هاد المويه 80 درهم وغندوزو الكبيره اللي كانت 150 درهم غيديوها الناس غير ب 130 درهم هما 2600. دير فيها براد باش يبان الحجم ديالها، راه جوج براد يدير فيها براد باش يبان الحجم ديالها، دير باش الناس هما يعرفوا الحجم ديال الحاج. هات زيد براد واحد اخر ديال هات الله تا غادي يدخلوا جوج براد ثلاثه ديال البراد 130 درهم. هزا 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 13000 ريال ديال السلعه، هاد 130 درهم هزا 13000 ريال ديال السلعه. قلنا الثمن ديال الكبيره عوض 150 درهم غيستافدوا منها الناس غير ب 130 درهم. الناس اللي حاضرين معنا في اللايف قولوا لي كلشي كتب لنا في لي كومونتير واش الاثمنه اللي كتوفر لكم اواني البركه واش زوينه واش خايبه واش طوب واعره كاع، خصكم تكلاسيو لي الاثمنه حيت حنا كنحاولوا نركزوا على الاثمنه واخا الارتيكل يكون عندنا اولا نجيبوه من جديد كنحاولوا نوفروه لكم في كل لايف بثمن اللي يكون خيالي وثمن اللي يكون ما يكونش ليه منافس. بالنسبه عاودوا نذكروا قلنا بالثمن الاثمنه 60 درهم على 80 درهم على 130 درهم اللي هي التوتال شحال عمر؟ 130 على 80 130 على 80 270 درهم. لاحظ معايا راه كانت الا كانت اللايف اللي دازت شحال 150 على 100 درهم هي 250 على 60 هي كانت 310 شحال ولات دابا 270. انتما كطيحوا اخويا ب 40 درهم في الارتيكل ما كاينش المشكل صافي. يعني هادشي علاش كنقولوا للناس ديما بالي قبل ما يسالي، راه الارتيكلات ما كيبقاوش عندنا حيت كنديروا لكم كل لايف كنديروا لكم اثمنه خياليه، اثمنه للناس اللي كيجيو يشريو عندنا بالجمله ويعاودوا يقلبوا فيهم البيع. هذاك الثمن باش كيشري عندنا الجمله اللي كيعاود يقلب فيه البيع هو الثمن باش كيشريو عندنا الناس للديور. يعني كتشري بحال الا وفرنا لكم دابا محل ديال الجمله بالنسبه للديور، الديور دابا كيجيو يشريو بالجمله لديورهم. غادي ندوزو عمر هاد الارتيكل تاع عمر، اجي وريني هنا اجي ورينا عاوتاني هاد الهموز هادو اللي مجموعين عندكم هنايا. وخا الصراحه ما لقينا فين نحطوهم، راه هما راه خصنا هادو راه غيتنشروا غادي تجي بعوا عاوتاني في ايطاج ديال السلعه غادي تحطوهم حنا جامعينهم في ديك البلايص. كاين عندنا مع الصراحه الله كاين اول مشكل انه المحل شويه صغير ما كنلقاوش كندير لكم السلعه كامله نوفرها لكم اولا نبريزونطيوها لكم مجبوده، كنحطوا حاجه فوق حاجه يكفي انه في اللايف كنجبدوا لكم كل حاجه وكنوريوها لكم. كذلك الناس اللي غادي يجيو للمحل الناس اللي غيجيو للمحل اولا غيجي على شي ارتيكل يستحسن انك تجيب دير كابتشور ديكرون لارتيكل يكفي انك توريه لنا حنا ديشان غنجبدوه لك. كاينين شي سلعات تكون محطوطه شي فوق شي ما كتعرفوش نتوما السلعه واش كاينه اولا لا، يعني سكريني لنا الموديل اجي للمحل وريه لنا وحنا غادي نوريك نقول لك واش كاين ولا لا. بالنسبه عمر الثمن ديال هادو حط ليا فوق الارض باش يبانوا هنا، راه فوق داك الذهبي ما كيبانش غتوريني هنايا. الناس اللي حاضرين معنا في اللايف كلشي عطينا قليبات كلشي بارطاجي معنا اللايف. عمر شحال هادو دابا اللي حطيتي في الارض؟ 3 ب 60 درهم يعني بياسه شحال؟ 20 درهم. كذلك هاد الغارقين ديالهم حتى هما نفس الثمن 3 ب 60 درهم، اثمنه خياليه يا سلام، سلعه واعره سلعه غزاله. ورينا داك الباك اللي ورينا لهم لينا اقبال كبير وهو كاينه بعدا الكبيره كبيره وحده كبيره زائد وحده صغيره والثمن ديالهم عمر شحال؟ جوج ب 60 درهم. هذا الباك اللي حاطينه لكم حاليا جوج ب 60 درهم كبيره وصغيره ب 60 درهم. بغيتي تديه الكبيره 40 درهم، كذلك البلاطو الصغير الصينيه الصغيره عمر وريني الكبيره ديالها باش ندير لهم حتى هما الباك ديال 60 درهم. الباك غنوفروه في الغارقه في هذا الصلاديه هذه اولا في التبصيل. بالنسبه للتبصيل الكبير الثمن ديالو كذلك 40 درهم حتى هو 800 ريال، الا زدنا عليه هذا كذلك تيولي الباك ديال 60 درهم واللي واعر وخطير. كاين في هذا الموديل هذا الغارق سلعه رائعه احسن سلعه واحسن محل في مكناس والتعامل رائع، المحل في حل داخل لشي بازار سلعه وربعه المحل الذهبي جميل. شكرا
نجر فؤاد شكرا لك اخويا بزاف، شكرا على هاد لي كومونتير اللي كتكتبوا لنا، شكرا على الناس كاملين اللي حاضرين معنا في اللايف وتكتبوا لنا لي كومونتير الزوينين. واش عندكم سيت نتقدموا منه؟ كومير الصحراء سيت سيت راه كيتصاوب في اقرب وقت ان شاء الله غادي يكون، غيوليو الناس يدوزوا لي كوموند في السيت، غيكون لي داكشي شويه مبروغرامي شويه زوين احسن من الواتساب، اولا بقاش ما غاديش يبقاو الناس يكونفيرمي معاكم لا كوموند، صافي نيشان غادي تبقى تدوز لا كوموند في السيت، نيشان توصلك للدار، وان شاء الله نبغيو الناس يدعوا معنا باش يكمل كلشي على خير وبخير ويكون داكشي في اقرب وقت. قلنا الشاله ديال كبيره الثمن ديالها 40 درهم زائد وحده صغيره هي 60 درهم، غندوزو لها ثلاثه الصغار الثمن ديالهم 3 ب 60 درهم يعني وحده ب 400 ريال، كذلك الطبيصلات اللي الثمن ديالهم 3 ب 60 درهم حتى هما راه مازال متوفرين والعدد كذلك راه متوفر. غندوزو دابا للطبيصلات الملونين البيج، علاش كانوا كيوصيو؟ كانوا توصيو على البيج، كانوا توصيو على البيج، احنا جبنا لهم ثلاثه ديال الزواقات ديال البيج. لاحظ معايا هذا اللي عامر هذا زواقه، يا سلام هذا ب 50 درهم، هذا ب 50 درهم الناس عمر طيله الاسبوع، ما كاين لا 60 درهم لا 70 درهم لا 80 درهم، غيديوه الناس ب 60 درهم. كذلك هذا اللون يا سلام، هذا لون واعر، هذا لون خطير، هذا الرخام، هذا واقيلا الرخام اخويا، هاك حط لي تما اخويا، حط لي في الارض، حط لي في الارض، وريني كذلك اللون الثالث واللي هو هذا اللي فيه الريشات، يا سلام توا شحال عمر 60 درهم 50 درهم، يا سلام بالصحه والراحه بصحه اللي غيشري. كذلك النوار حتى هو راه متوفر والثمن ديالو شحال 1000 ريال. وريني هذاك الازرق عمر اللي فيه هذا، الصراحه راه ما فيهش بزاف العدد، هذا عمر حتى هو غنديروا له 800 ريال 40 درهم. لاحظ معايا قداش بيدي كبير، حطه في الارض وحط معاه التبصيل ديال 50 درهم باش يلاحظوا معايا الناس الفرق. هذا راه فيه عدد قليل جدا الزرق، باش نقولها الناس اللي غادي يجيو اول وحده غادي يجيو المحل هما اللي غيتقداو هذا الزرق هذا ب 40 درهم 800 ريال. ها انت يا سلام شحال هذا عمر قلنا 40 درهم، حتى هو فيرزاتشي اثمنه واعره عندكم، اثمنه خويا خطير. واش هذا الشيء هذا كيكون طيله الاسبوع؟ حاليا دابا قدرنا نوفروا لهم الناس هذا اللايف، هذا الاثمنه طيله الاسبوع. واجيني اخويا للريشات، اجيني للريشه وريني القياس ديالها. هذيك الريشه الصراحه الله تبعتنا وحنا مازال ما بريزونطيناهاش كاع، والله مازال ما بريزونطيناهاش وتبعت منا. لاحظ معايا الحجم قداش. دابا هاد الثلاثه اللي حطيتي لي عمر كل وحده دايره 60 درهم، شنو واجي اخويا هنا قول لي راني ما عرفتش الثمن، هادو بثلاثه بهم دابا 60 درهم، ثلاثه ديال لي زارتيك، ثلاثه ديال البياسات الريشات ب 60 درهم. وعند الناس يختاروا اللي بغاو بيض كحل اللي عجبو، والعدد متوفر ولا متوفر حتى هما كذلك يا سيدي بالصحه والراحه. الريشه شحال قلنا؟ 3 ب 60 درهم، وهذا الشيء اللي كتحط لي اش هذا الشيء هذا؟ هادو علاش كيصلحوا؟ الناس ديال الاناقه وديال يا سلام بلاطو هذا عاوتاني ضروري من الطوغي، الا ما كانش الطوغي ما كاين والو، نكهه البريستيج ضروري ما تكون حاضره معنا. والثمن ديال هذا عمر شحال اللي حطيتي ليا؟ 400 ريال الوحده يعني 3 ب 60 درهم، 3 ديال البياسات ب 60 درهم، كذلك هذا الموديل 3 ب 60 درهم. ورينا عمر الريشه الاخرى هاد الطوا ولا مازال ما حليتيهاش؟ قلنا هذا الموديل كذلك، هذه الريشه هذه اللي كتجي شويه مجموعه بالنسبه للناس اللي ما باغينش الحجم يكون كبير، خلي لي عمر هذوك باش نوري الناس كلهم عادون. لاحظ معايا هاد الريشات حتى هما كذلك اللي داخل فيهم الذهبي الابيض بالذهبي حتى هما 3 ب 60 درهم، هذا الموديل 3 ب 60 درهم، هذا الشكيل هذا كذلك حتى هو 3 ب 60 درهم، هاد الطبيصلات الصغار حتى هما كذلك اللي على هذا الشكل 3 ب 60 درهم، هاد الزليفات هادو حتى هما كذلك 3 ب 60 درهم. غندوزو لهاد الموديل على جوج اللي فيه واحد كبير وواحد صغير حتى هما 60 درهم 1200 ريال. غنجيو لهاد الزلافه هادي كذلك حتى هي 1200 ريال، بالنسبه للناس اللي غيبغيو يديو غير الطبصيل بوحدو 800 ريال، بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا على الشلاضي بوحده حتى هي كذلك 800 ريال. هز اخويا هادشي هذا، هز اخويا هادشي هذا، راه بزاف اخويا هادشي هذا، هذا الرخا عندكم اخويا، واش هادشي رخا ولا دوخه؟ بالي هي دوخه اخويا انايا، بالي راكم ضايخين في الاثمنه. الثمن هو اللي كاين في اللايف. انا تيبالي اخويا راكم ضايخين في الاثمنه، واش تتعقل اخويا باش طايحه الحاجه؟ وقيل راه تبيعوا قل من راس المال. غادي ندوز عمر وريني، غندوز عاوتاني دابا حاليا هاد العماره هادي وهاد الشكيلات هادو اللي هنايا 673 واحد حاضر معنا في اللايف، نبغيو نباطيو السكور اليوم ونوصلوا ل 700 واحد متفرج معنا في اللايف، يعني غنوصلوا ل 8 ديال الفائزين، بغينا نباطيو الريكور باش ان شاء الله عاوتاني تولي عندنا نفيزيو عاوتاني 900 وكذلك نفيزيو 1000 ان شاء الله، لما لا.
غادي ندوزو كذلك لهاد العماير هادو اللي هاد الشكل هذا، وكذلك حتى هما راه مازال متوفرين، والثمن ديالهم 220 درهم، عماره 230 درهم بوحده، عماره البيضاء بلا ما نقولوا البلاطو، من غير البلاطو الا بغيتيه كيبقى الباك كومبلي ب 320 درهم. بالنسبه للخدمه ديالهم راه خدمه انيقه، والثمن قلنا ديالهم 230 درهم، فيهم الابيض فيهم الذهبي وفيهم النوار على هذا الشكل هذا. بغيتي بلي بلاطو راه كيتقام ب 320 درهم، 320 درهم. كذلك غادي ندوزو هاد لي بلاطو هادو اللي على هاد الموديل هادو، الثمن ديالهم عوض 2600، غيستافدو منو الناس طيله الاسبوع غير ب 2400 ريال، 120 درهم. بالنسبه للناس اللي غيسولونا على باك، راه لي بونبونيير سالاو لينا، يعني غادي نساينو، كنا غادي نساينو ان شاء الله يوم السبت اولا يوم الاحد، وغيكونوا عاوتاني لي باك كومبلي، كنوصلوا ل 680 واحد وكنعاودو نرجعو. علاش لي ما غنقيسوش 700 ان شاء الله هاد اللايف هذا، باش يكون عاوتاني لايف سبيسيال، لايف هانتوما 683 واحد، غنقيسو ان شاء الله 700 باش يكون لايف واعر، لايف سبيسيال، باش نعقلوا عليه ان شاء الله، ويكون هو الحاجه اللي غادي تعاود تموتيفينا على اللايفات الجداد ان شاء الله. يعني غنبغيو كلشي بارطاجي معنا اللايف، 688 واحد حاضر معنا في اللايف، يعني بغينا نقيسو 700 باش ان شاء الله يكون لايف واعر، لايف سبيسيال، اللي يكون لايف اللي غادي نباطيو به الريكور ديالنا اللي هو اعلى ريكور كان عندنا، هو 660 واحد، حاليا دابا حنا 689. شكرا لكم بزاف. غادي ندوزو اول حاجه لهذا البلاطو هذا اللي كيجي على جوج، اللي هو فيه ثمن خطير، وهو 60 درهم على 90 درهم، اللي هما 1200 ريال على 1800 ريال، والثمن بجوج 150 درهم، 150 درهم، 3000 ريال. كذلك فيه المربع 706 ديال الناس اللي حاضرين معنا في اللايف، يعني قدرنا نباطيو السكور، ومرحبا بكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم. عمر اجي اخويا باش تعاوني، اجي باش تعاوني، خلي انا السما ويهضر مع الناس، واجي نتايا عاوتاني باش من 703 ديال الناس كيتفرجوا معنا في اللايف، شكرا لكم بزاف. احنا عمر باطينا الريكور 700 واحد حاضر معنا دابا في اللايف، مازال ان شاء الله غادي نبقى نوصلوا ان شاء الله حل 1000، ماشي هذا اللايف هذا، ما غاديش نزيروا الناس، شكرا لهم بزاف، راه القلوبه ولا جيم راه ما حبسوش من قبيله، يعني الناس باقي السولد. ام اسراء السولد اختي السائر غادي طيله الاسبوع، طيله الاسبوع مدى الحياه ما حدنا نحن كاينين في هذا السكاكين هذا، واللايف والسولد راه كاين ومتوفر عندنا طيله الاسبوع. لاحظ معايا هذا البلاطو هذا اللي كيجي مربع حتى هو خطير، والثمن ديالو كذلك. لاحظ معايا الصغير دابا هذا شحال هذا، راه شوف هي الشوفه ديالو كتقول لك واحد 80 درهم 90 درهم في بلاي، ها هي 60 درهم 1200 ريال. لاحظ معايا الكبير هذا راه لوحه فنيه، الثمن ديالو شحال 90 درهم 1800 ريال. يا سلام، اتمنى عندكم واعرين، اتمنى زوينين، واش هذا الشيء هذا غنلقاوه الا جينا عندكم المحل اولا كنشوفوه في اللايف. حنا كنقولوها الناس، حنا كنقولوها لهم، تنقول لهم بحال دابا نفترض انا 150 درهم قلت لك على هذا، يكفي انك دير سكرين وتجي للمحل تعطيني 150 درهم وتهز الارتيكل ديالك، ما تهضر معايا ما تكلم معايا، لا تقول لي نفس البري لا والو، انت عارف هذا البري هذا البلاطو داير بالقد والقد، اجي خذه بالقد والقد صافي. بالنسبه قلنا الثمن ديال هادو شحال 150 درهم و 60 على 90، كذلك 60 على 90. غادي ندوزو لهذا الكحل هذا اللي بقى فيه الصغير، سال لنا السيرفيس كامل ديالو حتى ديال 250 ساله، حنا الاقبال كبير كذلك حتى هو، الثمن ديالو عوض 130 درهم، غيستافدوا منه الناس غير ب 120 درهم. بصحتهم وراحتهم، صحه الناس كلهم اللي غادي تستافد من العروض ديالنا اللي كنوفروا لكم، شكرا لكم بزاف. غادي ندوزو كذلك السله، السله الانيقه الثمن ديالها عوض 40 درهم 50 درهم، غادي تستافدوا منها غير ب 30 درهم، يعني جوج ب 60 درهم، جوج ديال السلات ب 1200 ريال. يا سلام، اواني البريستيج باقل ثمن، اواني البريستيج باطل، ما بقاش دابا ما بقاش سمي البريستيج باطل دابا، ولا البريستيج باطل صراحه الله. الواحد دابا راه ممكن يعمر دارو بهادشي ديال الاواني الذهبيه، ماشي غير يعمر الدار، يعمر الصالون، يعمر الكوزينه، يعمر اللي بغى، واثمنه خياليه. راه قبيله السيده عمر شحال دات الساعه 13000 ريال، قالت لك انا بزاف، انا ما حسابيش انا 13000 ريال تعطيني خمسه ديال الميكات اخويا، راه خصني اللي يجيب لكم في خباري نجيب ليه هز معايا. راه قلنا لها هذا الشيء باش معروف اواني البركه، وهو انك 650 درهم ما غاديش تخرجي بجوج ميكات، ماشي ثلاثه، غادي تخرجي باربعه ديال الميكات، كلشي عامر وبصحه الناس اللي كيشريو من عندنا. غادي ندوزو كذلك الهاشوار، ومازال ان شاء الله غادي ندوزو لدوك العماير والبراد، مازال ان شاء الله كذلك لي تيرموس، يعني كلشي غادي يبقى حاضر معنا. كذلك هاد الليمول هادو كيدخلوا الفران، غندير لكم فيهم ثمن واعر، غادي نزيدو نسولديوهم. كذلك المكانه حتى هي راه متوفره عندنا بثمن واعر، حنا غنطرقوا الحاجه بحاجه. غادي ندوزو للهاشوار،
لاشوار ديال جوج كيسان فيزلر المانيا اللي فيها العدد الموس. عمر بغيت نشوف العدد الموس اللي فيها. ها هو ماما جبت لي هذه اللي هنا, جبت لي هذه اللي هنا, جبت لي هذه اللي هنا باش نعرفوا شنو اللي حاط انت تما اصلا بريزونتي. ما الا جبتي لي من الكرطونه ما غنعرفوش داكشي اللي بريزونتي واش هو هو. كنبغيو نوصلوا للحقيقه للواحد اللي كيتفرج معنا اولا شنو محطوط في الارتيكل عندنا تما. غادي ندوزو اول حاجه وهو كاين كاس ديال الاينوكس ياك, كاين كذلك كاس ديال الزاج اللي هو هذا, يعني جوج ديال الكيسان, جوج ديال الكيسان بالثمن. وبالنسبه للمواس راه فيهم موس ديال الربعه, ورينا عمر بالواحد, لا وريني هنا كحز لي هنا باش نوريهم. فيهم الموس الاول ديال الربعه اللي هو هذا, كذلك فيهم الموس الثاني ديال الربعه اللي هو هذا, يعني جوج الموس ديال الربعه. فيهم ثلاثه ديال المواس جوج شفرات اللي كيطحنوا اللحم ولا هذيك, كذلك فيهم الراس ديال الثومه. عمر وريني هذا الراس ديال الثومه شنو كيفاش كيصلح. هذا هذا الراس ديال الثومه لاش كيصلح, كيقشر الثومه, يعني كيفي انك تلوح في وسط الهشوار الثومه بزبلها, فاش كطحن هكايا كتلقى الثومه منقيه ومهرسه مريقله ناضيه. بالنسبه قلنا لها الراس هذا اين العدد هذا, هذا الراس السادس, هذا الراس السادس, والطراب كذلك اللي هو السابع, والموس باش كتجمع داكشي لداخل كان ربيع ولا كان شي حاجه كتنطويه من الداخل, يعني هو الثامن, زائد جوج جلدات, زائد كاس واحد ديال الزاج, زائد كاس الثاني ديال الاينوكس, زائد الرويس ديالهم اللي فيه دو فيتاس. وغادي هنا غادي نطرقوا لهاد ال 1000 واط. انس ورينا خويا الامبالاج. ها هي غادي نجيو لهنايا باش نشوفوا لي واط ديالهم واللي هما هادو 1000 واط. بالنسبه للمواس هما هادو جوج المواس ديال الربعه, موس جوج المواس ديال الربعه, جوج ثلاثه ديال المواس جوج طراب والراس ديال الثومه. هذه اللي وريتكم دابا هي ديال الجوج, كذلك عاوتاني غادي نجيو ديال الثلاثة اللي فيها نفس العدد المواس ولا مارك فيزلر المانيا, كذلك فيها 1000 واط, الثمن ديالها 4000 ريال 200 درهم, ثلاثة ديال الليتراج فيها ثلاثة يطرو. كذلك غادي ندوزو لهذا الموديل عاوتاني ديال جوج يطرو, كذلك هي فيها 8 ديال المواس وفيها 1000 واط والثمن ديالها 3400 ريال اللي هو 170 درهم. أثمنة خيالية, أثمنة واعرة, نبغي كلشي يجي يستافد من العروض اللي كنديرو, ونبغي كلشي يجي يستافد يوم السبت أولا يوم الأحد ويكون من الأوائل, حيت السلعة راه ما كتبقاش بزاف, السلعة كتسالي لينا. وغادي ندوزو كذلك لهاد العطرية ديال الكرونا, الثمن ديالها 130 درهم, النحاسية كذلك 130 درهم, وغندوزو لهاد الكرية الجديدة اللي فيها باندا كحلة, الثمن ديالها كذلك حتى هو 130 درهم, اللي هما 2600 ريال. 724 واحد كيتفرج معنا في اللايف, شكرا لكم بزاف, يعني عاوتاني حنت باطيتي واحد الريكور اللي هما 724 قيد عندك عمر. غادي ندوزو لترموس, ترموس كلشي عندنا بنكهات البريستيج, فيهم اثمنه واعرين, وقدرنا نوحدو لكم الثمن اللي هو 170 درهم 3400 ريال. غندوزو اول ارتيكل هو هذا فيه النوار والبيض, كذلك غندوزو الارتيكل الثاني اللي هو هذا الشكل هذا, حتى هو الثمن ديالو 3400 ريال. كاين كذلك الارتيكل الثالث اللي هو هذا, الثمن ديالو 3400 ريال. كاين كذلك هذا الارتيكل اللي بقى فيه النوار, الثمن حتى هو ديالو 3400 ريال 170 درهم. غندوزو ثاني حاجه وهو الكوبا الذهبيه, عمر اجي جبد لي الكوبا الذهبيه, غادي نجبدو الكوبا الذهبي وشو عاوتاني. هذه كانت سالات لينا في اللايف, كانت امتى سالات؟ الاربع ياك, الاربع سالات. حاليا ستوك كذلك عاوتاني تعاود تجدد, ستوك متوفر حاليا, العدد اللي بغيتي راه متوفر. الكوبات المسكوته الانيقه والخطيره والثمن ديالها هذه عوض 110 درهم. شحال عمر غيستافدوا منها طيله الاسبوع؟ شحال قلتي 190؟ 90 90 حيدتي ال 100 صافي سيدي, خليها الناس بشحال ب 1800 ريال. ما شاء الله تبارك الله 741 كريمه فتح الله, شكرا لك اختي, شكرا على الناس راه حاضرين معنا. صافي راه شوف 741 واحد اللي حضر معنا اليوم في اللايف, وان شاء الله غادي نشوفوا عاوتاني الا كان اكثر لما لا نوصلوا ل 800. شكرا لكم بزاف, هذا الشيء هذا كيفرح. اجي وريتيني عمر هذيك النت ديستيني عمر, هذه شحال عمر غنديروا لهم السبت والحق ماشي سبت طيله الاسبوع؟ 170 170 درهم. اش من 170 درهم؟ هاد السيمانه كلشي غيديها ب 160 درهم عمر. 3200 غيديوها هاد السيمانه كلها, غير هاد السيمانه هاد اوريجينال ديستيني ميد ان ايطالي, الثمن اوريجينال, الثمن ديالها عوض 170 درهم في الصولد اللي كنا دايرين هرز دكدك, دابا ماشي هرز دكدك, دابا 160. غنبيعو لهم الثمن ديال الجمله, الثمن باش كيديو باش كي باش يشريو الناس بالجمله في بلايص اخرين, في البلايص ديال الجمله حنا كنوفروها لكم في السكاكين في المكناس غير ب 160 درهم, ولا مارك ديستيني اوريجينال. كلشي كلشي غادي يجي يستافد, ما حتى السلعه دابا حاليا متوفره. قلنا قلنا هاد المقله شحال 160 درهم, كذلك اشياء كتشنو
تموتيفا فاش كتشوف بحال هاد الارقام هادو كتولي كتهرس داك الثمنه. بقيت باغي نربح اخويا انا، انا لا ربحتي في اللايف وربحت الناس كيتفرجوا فيا بركه عليا. قلنا غادي ندوزوا لهاد الارتيكل الثاني اللي هو هذا، الثمن بالرجيله 1000 ريال. كاين كذلك هاد الموديل هذا الثمن اللي درنا له 75 درهم. غندوزوا كذلك هاد الكوبا هادي بريستيج حتى هو خطيره، الثمن ديالها 2000 ريال، الفوق بلاستيك والتحت ميتال. كاين كذلك هاد الطواوله ديالها اللي على هاد الشكل هذا، الثمن ديالها 100 درهم حتى هي كذلك. كاين هاد الموديل الصغيره ديالها 1200 ريال. غادي ندوزوا دابا لهاد الحويجات اللي قلنا لكم غنديروا فيهم سولد، وهو غنقصوا لكم 10 درهم في كل ارتيكل. بالنسبه للمربعه اللي كانت 170 درهم غتولي ب 160 درهم، بالنسبه للصغيره اللي كانت 130 غتولي ب 120 درهم. فيها الاوفال وفيها المربعه، المربعه فيها الذهبيه وفيها الكريه هاكاك. وكاين كذلك المستطيله اللي كانت 180 درهم غادي تولي غير 170 درهم. هادشي هذا دابا اللي كنوريكم راه متوفر طيله الاسبوع بنفس الاثمنه. عمر اجا خويا وريني، خليك معايا هنايا. ها هو انس السماع على برا، هو يشوف مع الناس. قلنا هذا الموديل هذا الثمن عمر ديالو كان 170 درهم، 3400. حاليا دابا غادي نوفروه لهم غير ب 160 درهم، 3200. قلنا الكبيره، لاحظوا معايا الخدمه بعدا، غادي ندير واحد البريزونطاسيون لهذا الارتيكل هذا باش يعرفوه الناس. بالنسبه للشكيلات اللي فيه راه مازال فيه الصغيور ديالو، فيه هذه الوريضه هذه راجيه من التحت. هذه الزجاجه هذه راه كتحيد وكتدخل للفران، تحيد كتحيد وكتدخل للفران. بالنسبه مرحبا، وانا شنو بغاو شي حاجه من الداخل يدخلوا؟ صافي خليهم يدخلوا، ما عندنا ما غادي نديروا، انا صافي خلي الناس يدخلوا، يدير موراهم البارير، ما باش نخليهم على برا. قلنا الثمن 160 درهم عوض 170 درهم. غادي ندوزو حاليا عمر شنو مازال لي زارتيكل اللي مازال ما وريناش، وهما هاد السنيدقات هادو عوض الثمن ديالهم عوض 90 عوض 100 درهم، 90 درهم على 100 درهم على 110 درهم، 1800 على 2000 ريال على 2200. كذلك هاد الموديل هذا الثمن ديالو 2000 ريال عوض 2800 ريال. كذلك فيه هاد اللي تيجيو هكا ناعسين في الطبيله تا هما الثمن 2000 ريال. بالنسبه لهاد الطويجنات هادو الثمن ديالهم 25 درهم، 500 ريال جوج ب 1000 ريال. كذلك هاد لي موديل هادو بالنسبه للكري، فيه هاد الزواقه هادي، فيه هاد الزواقه هادي، وفيه ديك الزواقه، الثمن ديالهم 25 درهم. كاين كذلك هاد الارتيكل هذا اللي كيصلح لي بومبو اولا المملحات، الثمن ديالو حتى هو 50 درهم. غادي نخليو لكم هاد طيله الاسبوع غادي تبقى ب 45 درهم، يعني جوج ب 90 درهم. وحده ب 45 درهم، جوج ب 90 درهم. السلام عليكم. مرحبا بك اختي، مرحبا مرحبا على الراسي. غادي ندوزو لهاد المبخرات هادو على هاد الشكل هذا اللي مازال متوفرين، لي بونبونيير ديالهم ساله، وغيكونوا ان شاء الله ابتداء من يوم السبت. نبغي كلشي عاود يعطينا شويه ديال القليبات في المحل. انا غادي نوريكم المحل بالضبط فين جا المحل، نقول لكم هنايا بالهضره، من بعد غادي نوريكم لوكاليزاسيون. بالنسبه للمحل راه متواجد في مكناس بالضبط في السكاكين حدا البنك الشعبي، بالضبط حدا البنك الشعبي. غادي ندوزو لهاد المبخرات، قلنا الثمن ديالهم 2400 ريال 120 درهم. غادي نجيو هاد الموديل هذا اللي كيجي بالمريشات ديالو، الثمن ديالهم عوض 450 درهم، غادي عوض 9000 ريال، غاتستافدوا منه غير ب 7600 ريال. فاطمه الزهراء ومولود. دابا الناس ملي كيسولوا على اللوكاليزاسيون نخرج نوريها لهم. بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا جايين من الهديم، الا كنتي جاي من الهديم، الا كنتي جاي من الهديم نشوف، الا كنتي جاي من الهديم وهو هذا، كتخلي التجاري اللي هو هذاك، التجاري هو هذا، كتزيد تهبط 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 تهبط، كتلقى المحل هو هذا، حدا واحد مول الميكات اللي هما هادو، المحل راه هو هذا، أواني البركة مكناس، هما هادو أواني البركة. وكاينة واحد الطبيلة على برا راه فيها الورد، يعني هذا هو باش تشد الروبير بهذا الورد هذا اللي كاين على برا. ما حدنا خرجنا لبرا غادي نوريكم لي مول اللي جاو واللي كاينين، والثمن ديالهم كذلك هو ثمن واعر ما كيتعداش 1800 ريال، 90 درهم. فيهم هاد الزواقة هادي اللي هاد الشكل هذا، فيهم هاد الزواقة هاد الوردة، بزاف ديال الزواقات فيهم. غنوريكم شي حويجات، كاين فيهم هاد الموديل هذا كامل تا هما تقالين، كاين كذلك هاد الموديل هذا، كاين هاد الشكل هذا تا هو. هادو كاملين اللي كنوريكم دابا الثمن ديالهم 1800 ريال، 1800. وكاين هاد الطواول هذا على هاد الشكل هذا اللي ثقيل، الثمن ديالو عوض 120 درهم، غتستافدوا منه غير 110 درهم، 2200 110. غادي ندوزو الكوبات المسكوته. بالنسبه لهذا الموديل هذا راه الصراحه يكون وقيله من الاواخر ديال من الاخرين، البياسات الاخرين اللي مازال متوفر عندنا، وهما هاد الطواولين هادو، الثمن ديالهم 30 درهم 600 ريال، راه مازال متوفر. العدد كذلك مازال متوفر، الناس اللي غادي يبغيو يسولوا عليها جمله اولا ديتاي راه العدد متوفر. كذلك كاينه هاد الطواول هذه مستطيله، هي راه مازال متوفره، والثمن ديالها 30 درهم عوض 40 درهم.
غندوزو لهذا البلاطو هذا اللي جاي واعر حتى هو العدد محدود جدا. الثمن ديالو 15 درهم. فيه هذه الزواقه غوز، فيه هذا الذهبي هذا بالنوار خطير هذا، وفيه هذا الخضر هذا، هذا فيهم العدد محدود جدا. كذلك غادي نجيو لهذا البلاطو هذا الذهبي حتى هو باليد، الثمن ديالو 4-5 ب 50 درهم. 5 ديال الحبات ب 50 درهم ديال هذا الموديل هذا، 5 ب 50 درهم. غادي نجيو لهذ الفراقات هذو ديال الخشب اللي فيهم جوج زواقات اولا ثلاثه، كاينه هذه اللي كتسمى كنسميوها الراكيطه 600 ريال، كاين كذلك هذا الموديل هذا اللي هذا الشكل هذا اللي كتهز من الوسط حتى هي 600 ريال، وكاين واحد الزواقه اخرى يعني ثلاثه الزواقات اللي كاين هنا. وريني عمر شنو تحت هذيك، هذه الزواقه الثالثه هي هذه اللي كتجي بلا يد بلا والو. هذه كتجي هكا بالنسبه للناس اللي غادي يبغاو يديروا جوج، بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الاربعه، على اربعه ديال الاربعه يكفي انك كدير لهم هكا كيوليو ديال الاربعه. الثمن ديالهم هادو دابا هادو اللي جمعتيه هنا شحال؟ 60 درهم. 12 يعني 600 ريال الوحده، 30 درهم الوحده. واعر واعره واعره واعره. هنا بلاطو وريتهم البلاطو. غادي يبقى لنا دابا المويكنات هادو اللي هنا ديال 90 درهم قرابين لينا شويه غنوريوهم. بالنسبه للثمن قلنا هادو ديالهم شحال؟ 90 درهم. 1800. بالنسبه للزواقات اللي فيهم شحال من زواقه؟ فيهم بزاف د الزواقات. هاد الزواقات اللي كنوريوكم راه فيهم الذهبي والكري، ذهبي كري يعني. هادي راه فيها دابا كنوريوكم في الكري، راه مازال كاينه في الذهبي. لاحظ معايا شحال من زواقه، كلشي زواقات خطيرين، كلشي الذهبي ديالهم بحال هذا الشكل هذا. الذهبي راه عليه طلب بزاف يعني، الناس اللي عجبتهم شي حاجه يجيو يستافدوا. ما حد الذهبي راه مازال متوفر عندنا. شوف لاحظ معايا السلسله هذه كي كتبان الذهبي، يا سلام. بالنسبه للثمن ديالهم انا شحال؟ 90 درهم. شحال دايرين هادو في السوق هنايا؟ تبيعهم 120 120 درهم 130 درهم بحال كتشوف فيها بعينك مغمضه. عند اواني البركه كتستافد لنا غير 90 درهم، وديال 120 درهم كي دايره؟ ديال 120 درهم هي هاد. ديال 120 درهم كاين هذا الموديل هذا اللي على هذا الشكل هذا، وكاين كذلك هذا الشكل هذا الموديل. اسمحي لي، لا ماشي مشكل اختي خذي راحتك. كاين كذلك هذا الموديل هذا 120 درهم. هذو اللي كنوريكم كلهم دابا 120 درهم. هذو الكبار 120 درهم. تمام اختي، تمام بريفيكس كشي هو هذاك. عطيهم داكشي اللي بغاو عمر. بالنسبة لهاد الموديلات قلنا ديال المكانات الثمن ديالهم كامل 120 درهم. غادي نجيو نشوفوا هادو الناس اللي كيسولوا على الواحد، اللي كيسولوا على العمارة بالواحد. بالنسبة للي يبغى الكبيرة بوحدها الثمن ديالها 18 ريال، واللي يبغى الصغيرة بوحدها 12 ريال، يعني 18 على 12. فيهم الذهبي وفيهم النوار وفيهم الأبيض. الثمن قلنا ديالهم شحال؟ 18 على 12 ريال. غادي نجيو لهاد الفراقة هادي الواعرة ميطال ثقيلة ثقيلة حتى هي، الثمن ديالها عوض 4400 غتستافدوا منها غير 3600 ريال. 180 درهم لهاد الفراقة هادي الواعرة. كذلك غادي نجيو للصغيرة ديالها اللي على هاد الشكل هذا، وغتستافدوا منها غير ب 120 درهم، 2400 ريال. بالنسبة للبلاطو اللي متحتهم الكبير الثمن ديالو 2400 ريال. كذلك غنجيو لهاد الصغار هادو اللي على هاد الشكل هادو، الثمن ديالهم 900 ريال، يعني جوج 90 درهم. جوج ديال لي بلاطو 90 درهم اللي هما هاد الموديل هاد، كيجيو تا هما خطيرين والثمن ديالهم تا هو خطير اللي هو 90 درهم. غادي نجيو كذلك عاوتاني لهاد لي موديل. عمر وريني هاد البريزونطوار هذا الكبير الملكي. البريزونطوار هادو غيجيو توا كذلك يستافدوا من الناس من غير 250 درهم، غيجيو يستافدوا منه غير 240 درهم، 4800 ريال طيله الاسبوع غيجيو يستافدوا منه الناس. كذلك غادي نجيو لهذا الموديل هذا ديال المرايه اللي كان 170 درهم، غيستافدوا منه غير 140 درهم، 2800 ريال، 2800 ريال. بالنسبه لهذا البلاطو وريني الحجم ديالو قداش، الجنيب ديالو خديمه زوونه، والثمن كذلك واعر اللي هو 140 درهم. غادي ندوزو كذلك لهاد الفراقة هادي، الفراقة واعرة، فراقة زوونة، بالنسبة للثمن ديالها تا هو ثمن واعر وخيالي اللي هو 150 درهم، يعني 784 واحد حاضر معنا في اللايف. نبغيو نكملو 800 إن شاء الله باش يكونوا معنا 9 ديال الفائزين. 785 واحد كتفرج معنا في اللايف السي أنس، شكرا لهم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على لي جيم اللي كتعطيونا والقليبات، كذلك شكرا على البارطاج. يعني 792 واحد يلا نبغيو نبطيو السكو، اربعه اللي بقاو نكملوا 800، اربعه اللي بقاو نكملوا 800. غادي ندوزو قلنا هذه الفراقه هذه الثمن ديالها شحال؟ 150 درهم عوض 190 درهم كنا دايرين لها، غادي نديروا لها دابا حاليا غير 150 درهم. 150 اثمنة والنحاس، بالنسبه النحاس ولا حديد؟ نحاس، كلشي نحاس وزاج دومي كريستال. غادي ندوزو كذلك الموديل الثاني اللي هو هذا، الثمن ديالو 100 درهم
2000 ريال ثمن خطير وواعر 2000 ريال. كاين كذلك هذا البوم هذا المبخره هذه اللي كتجي على هذا الشكل هذا عوض 200 درهم تستافدوا منها غير 160 درهم 3200 ثمن واعر وخيالي. غادي ندوزو كذلك لهذا الموديل هذا عوض 7400 غتستافدوا منها غير ب 7000 ريال والكبيره ديالها اللي كانت ب 8400 ريال غتستافدوا منها غير ب 8000 ريال. لاحظوا معايا هذه اللي جايه على الديكور الاس جايه خطيره والطريقه ديال الاستعمال ديالها انها كتجي شويه بحال الزعلول كتجي شويه كتلعب والثمن قلنا ديالها 8000 ريال عوض 8400 ريال. غادي نجيو لهذا هاد القراعه ديال الزهر الثمن ديالهم حتى هما 15 درهم ثمن واعر وخيالي 15 درهم فيهم النحاسيه وفيهم الزجيه. غادي نجيو حتى هما كذلك لهاد هاد المريشات النحاسيين حتى هما الثمن فيهم واعر وهو 1000 ريال عوض 1200 ريال 1000 ريال. بالصحه والراحه بالصحه بصحه الناس اللي غايجيو يستافدوا من العروض اللي كنديروا. يعني غادي ندوزو كذلك لهاد الارتيكل هذا اللي عوض 6000 ريال غتستافدوا منه مازال كذلك طيله الاسبوع غير ب 5000 ريال. هذا الارتيكل راه كنا جبناه وساله حاليا راه عاود جبناه لكم في هذه الرجيله كتجي ناعسه بحال هكا كذلك تجي في هذه الثلاثه ديال لي بونبونيير والثمن ديالو 5000 ريال. غادي نجيو لهذه الربعه حتى هي الثمن ديالها 5000 ريال. بغيتو بالوحيده على هذا الشكل هذا غادي ندير لهم حتى هما عاوتاني سولد خاطر وهو 45 درهم طيله الاسبوع طيله الاسبوع تستافدوا منها ب 45 درهم. غادي نجيو لهذا البونبونيير هاد الكوكو هادي كتجي على هاد الشكل هادي ديال الكوكياج الثمن ديالها طيله الاسبوع 2200 110 درهم. الفن فوزيه الملكي الفن شكرا لك اختي اللهم بارك ثمن خيالي الصراحه عندكم بيجامه عائشه شكرا لك اختي اثمنه مناسبه اسماء مسكيني شكرا لك خويا مسابقه سهام سهام مزروبه. حنا دابا ندوزو لاختي حنا دابا ندوزو لها باش كذلك حتى حنا عاوتاني نشوفو مع الناس اللي كيشوفو اللي جايين يستافدوا من العروض ديالنا باش ما نعطلوهمش على برا. حاليا دابا دوزنا كل شيء مازالين شي حويجات غنعاودو نذكركم بحاجه وحده اللي هي هاد اللي هي هاد الفراقه هادي على هاد الشكل هذا هاد الفراقه هادي اللي كتجي هاكا نعاودو نذكركم بها الثمن ديالها قلنا 60 درهم 1200 ريال عوض 70 درهم اولا 80 درهم ولا هي 1200 ريال. كذلك هاد البريزونطوار على ثلاثه على هاد الشكل هذا عوض 200 درهم غتستافدوا منه غير 190 درهم 3800 ريال. بالنسبه للموديل ديالها فيها كتجي على ثلاثه من الصغيره للكبيره والثمن ديالها قلنا 3800 ريال. راك شوف شوف هاي شوف شوف هاي جبت لها غير هذه هي هذه يلا غادي ندوزو كذلك هاد الفراقات نسينا ما وريناهمش الثمن ديالهم 1200 ريال 60 درهم 1200 ريال هاد الفراقات هادو. حاليا دابا غادي ندوزو نشوفو هاد الثمانية ديال الفائزين اللي معنا اليوم. عمر جيب لنا التليفون اخويا التليفون شاعل فداخل اللايف غادي ندوزو دابا حاليا باش نشوفو شكون معنا الفائزين في المسابقة لي كومونتير دابا انت جيتي غادي تعزلي لنا شي جوج يربحو معنا صافي منين جيتي اجي عزلي انت يا اختي عرفتي كي غادي ديري شوفي اجي وريك اجي وريك عرفتي كيفاش غادي ديريها تبقاي ديري هكا ياك غادي تبركي على واحد بحال دابا هكا هذا هدف... نشوف ما نشوفش كاع لا ما تشوفيش حنا براسنا ما بغيناش نشوف كلشي لا غير شوفي وليني بالزربه بحال هكا فهمتي وحبسي بحال دابا شوفي اللي غادي تجي واعره بحال هكا كلمه واحده ما رابحاش معنا على الاقل يكونوا جوج كلمات راه كنقولوها الناس جوج كلمات راه هما اللي غيربحوا كلمه واحده ما غاديش تربح يلا اختي عافاك شوفوا هي بسم الله طيب الزربه الزربه وبركيني يلا بركي نجوى هيا نجوى هيا خليها هكا عافاك ها هي نجوى الزوين بصحتك وراحتك اختي حتى تواصلي معنا في الواتساب باش تفوزي بالجائزه واللي هي قسيمه شراء ديال 100 درهم خصك تقولي للسيده شكرا دابا اللي جابت لك الربحه شكرا نجوى زوينه انا ندخل عندك فيسبوك ياك ملي صاحبتك زيدي زيدي عاوتاني واحد اخر زيدي واحد اخر واحد جوج ثلاثه يلا يا ربي بسم الله يا ربي يا ربي خديجه خديجه ريان خديجه ريان تبارك الله تاهي عندها جوج كلمات يعني من الفائزين معنا خديجه ريان الاخت عافاك اجي زيدي واحده اخرى انت هي معك خليها هي تاهي دير عاوتاني حقها نشوفوا بالزربه 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 ام البنات ام البنات ها مشات هيا هيا نشوف هنا قلبي معايا ام البنات
واللي كتجي اللي كتكون نجحات وجات كتولي كون فيسبوك ديالها. مشات ام البنات يعني خصها تعاود تكومونتي لنا الاخت ام. المهم ام البنات راه كيربح فزتي معنا بقاسمه شراء ديال 100 درهم حتى تصيفطي لي في الواتساب وغادي ندوزو عاوتاني الفائز دابا الرابع ان شاء الله. دوزي اختي وريني دابا الرابع. انا جليت البنت اللي تيحتوالي حطيتي عليه صبعك بقى يبارك عليه تخرج لك السميه. رشيد نهاري. رشيد نهاري بركي عليها اختي. يا خويا المدام ديالك كتفرح هاد النهار. لا راه هي تكون 100% كونيكتي بالتليفون ديالها. هادشي اللي تيوقع لنا راه هادشي واخا تلقاو الرجاله كتكونوا هي العيال ديالكم. رشيد نهاري بصحتك وراحتك. الاخت اللي غادي تكون اولا الاخ اللي مكونيكتي دابا حاليا غادي يتواصل معنا في الواتساب باش يفوز معنا. دابا شحال دابا ولينا 5 ياك ولا 4؟ 4 دابا. 4 دابا مازالين 4 اخرين 8 تبارك الله. عاتي راه باش يدير لايف 8 د الناس يربحوا راه يدرا سخي بزاف. سخاوه سخاوه. مرحبا زيد اختي. واحد جوج ثلاثة. فاتي بصحتك وراحتك اختي. ولكن دايره شنو دايره؟ دايره كلمه وحده. الله الله ما كلمه وحده اختي على الاقل يكونوا جوج ديال الكلمات ماشي مشكل. غادي ندوز عاوتاني للخمس. خديجه ريان. لا لا ربحات صافي دوز. واحد جوج ثلاثة. مجيد لا داير كلمة وحدة داير عقبالي. عقبالي لا 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 قلتي عقبالي أنا كنت زدتي. يلا واحد جوج ثلاثة. فاطمة ما شاء الله ما شاء الله دايرة كلمة وحدة. نشوف شنو كتبغي. أي 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 ما شاء وكمليها كتبيها ما شاء الله كمليها. يلا واحد جوج ثلاثة. وحدة زينب. غادي نعطيهم نعطيهم واحد دقيقة على ما يعاودوا يدوزوا هاد لي كومونتير كاملين ويعاودوا كل شيء. عافاك اللي حاضر معنا في اللايف ما يكتبولناش كلمة وحدة باش ما نضيعوش الوقت وكذلك باش ماشي تشوف راسك ربحتي وانت عاوتاني ما دايزاش الربحة. يلا غادي نعطيكم دابا واحد جوج ثلاثة. نورا نور زايد. بركي عليها بركي عليها. زايد ضبط. بركي لا بركي عليها باش تخرج كاكا. هيا بقي بارك عليها. هيا نور زايد بصحتك وراحتك. هي دابا الفائزه الخامسه معنا ياك. هاي الخامسه دابا معنا. صافي خمسه بصحتكم وراحتكم. هادو كاملين دابا اللي دازوا معنا غنبغيهم يتواصلوا معنا في الواتساب. نعم اختي غادي تضرب. مرحبا. لا مرحبا 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 لا مرحبا على راس العين. لا شو عرفتي فوقاش شنو كتسناي؟ كتسنى اللايف؟ لا كنتسناك باش نجي نتغدى. مرحبا بك. ما مقضيه ما داخله اللايف. ماشي مشكل اللايف الجاي اختي ان شاء الله وقلتي تشاركي معنا. دابا خمسه بقاو دابا ثلاثه. نعطيهم واحد شويه باش يدوزوا دوك لي كومونتير. خاصهم يطلعوا لك الناس بزاف. يطلعوا يدوزوا هذوك لي كومونتير اللي كانوا السميه تني تتبدلوا. بصحتك وراحتك اختي. مرحبا بك. شنو عمر شنو عندك؟ شحال عمر جاتك؟ ها؟ يعني غادي تعطيهم جوج بياسات هما خدموا معنا عطيهم اسيدي هاد هاكا. لها وحيده ديالك بسم الله. ها وحيده ديال اختها هي كذلك. الصحه والراحه. صافي مرحبا. لا مرحبا. دابا انتم خدمتوا معنا درت ربحتوا خمسه. صافي خصكم ضروري انتم تربحوا معنا. مرحبا بك اختي. مرحبا مرحبا. داك شو السلعه ديالك تما سمحوا لينا عافاكم نخليو شويه ديال لي كومونتير. بالصحه والراحه اختي. مرحبا بكم. غادي نستناو غير لي كومونتير يدوزو باش ان شاء الله عاوتاني ندوزو عاوتاني الثلاثه الاخرين اللي بقاو لينا. يعني 8 ديال الفائزين اليوم معنا حيت صراحه الله كان بزاف ديال الناس طلعوا معنا اليوم في اللايف. 700 واحد اللي طلع معنا في اللايف. شكرا لكم بزاف. مرحبا بك اختي. وا صافي وشري عطيها تشري عطيها شنو بغات. صافي شري والكادو الكادو على حسابي. الكادو ديالك عندي. مرحبا بك اختي. يلا انا عمر فين هو انا صافي خدام مع الناس. صافي حيدتي الباريا. اذا غادي ندوز انا نعزل راسي وصافي. يا بسم الله غادي نعزلو. واحد جوج ثلاثة. ايمن حجي بالصحة والراحة. أنت الفائز السادس معنا بالمسابقة. يعني خصكم تواصلوا معنا في الواتساب اللي هي قسيمة شراء ديال 100 درهم. تجي تشري بها اللي بغيتي.
اولا تصيفط اي واحد عندكم من العائله، الا ما كنتيش من المكنه تصيفط اي واحد من العائله يجي يتقدم عندنا. غادي ندوزو كذلك دابا للفائز السابع ان شاء الله، واللي هو غيكون ان شاء الله معنا منى. منى 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 فين هي؟ داز اخت منى. منى عافاك كتب لنا عاود كومونتير باش تخرجي لينا. اخت منى منى اللي كتبها بالعربيه راه هرب ليا الكومونتير ديالك. اسماء اسماء تبارك الله عليك، شكرا لكم، اللهم بارك وزيد في ذلك، شكرا لكم. منى اخت منى بالعربيه كتبها بالعربيه، عافاك كتب لنا ميساج عاود كومونتير باش تخرج لنا السميه ديالك. هذه الفائزه السابعه معنا، يعني غيبقى معنا دابا فائز واحد، غيبقى معنا فائز واحد واللي هو ان شاء الله غادي يكون يا بسم الله. وئام وئام الاخت وئام وئام صحتك وراحتك، يعني حد الان وصلنا معنا لثمانيه ديال الفائزين اللي ربحوا معنا اليوم، وكل شيء غيتواصل معايا في الواتساب. وعافاك وحق تشوفونا ما جاوبناكمش اليوم اولا نسينا عاود ما جاوبناكمش من بعد، يكفي انك تبقى تصيفط لنا ميساج حيت راه تيكون عندنا بزاف ديال لي كومون بزاف ديال لي ميساج في واتساب، نقدروا نكونوا نساو واحد ولا جوج، يعني الواحد يبقى عافاك تابعنا بلا زابيل اولا تابعنا بلا ميساج باش ما نساوش. بحال الاخت ديال اليوم نسينا واحد السيده، صيفطنا كل شيء نسينا واحد السيده، عاد صيفطات اليوم قالت لي راك نسيتيني، قلت لها سمحي لينا وغادي يكونوا اليوم يعني 8 9 ديال الناس اللي غادي نصيفط لهم. انا غادي نحسب وين الا فلت شي واحد يسمح لينا ويقدر يكون هو عاوتاني صيفط لنا. السلام صافا، يعني هذه الاخت هذه تكون من الناس اللي ربحوا معنا. شحال دابا مازال؟ صافي ساليت 8 8 دابا دازو هما، غادي نوريهم دابا هي لوكاليزاسيون. ربحها عاد سالا واختي 8 اللي ربحوا ماشي واحد. بالنسبه للناس اللي يكونوا جايين من الهديم، الا كنتي جاي من الهديم كاين التجاري هو هذا، التجاري هو هذا، كاين التجاري هو هذاك، ومحل اواني البركه راه هو هذا، راه جايين حنايا جنب واحد مول الميكا، وانفاس مع مول الكوكوطات اللي هو هذا، انفاس مع اصلاح ديال الكوكوطات. كاين كذلك راه قدامنا جاي واحد مول بزاطم اللي هو هذا، مول بزاطم راه معلي عليا مدرقني ها هو. او عبد الرزاق كاين عندك شي بزاطم زوينين؟ ها تشمينا مزيانة. ياك اه مرحبا بالجميع. بالنسبة للناس اللي يكونوا طالعين باب جديد، كاين البي ام سي راه هي، كاين الشعبي هو هذا، الشعبي راه هو، الشعبي هو هذا، كاين كاش بلوس اللي هي هذه، ما تشدو الروبير هي بكاش بلوس باش ما تدوخوش، والمحل راه هو هذا. شنو انت يا راشد؟ راشد مول راشد مول البيجامة. مرحبا صافي عندك الثقه الله ثقه ثقه. الى هنا غنختتموا اللايف ديال اليوم، شكرا لكم بزاف، شكرا للناس اللي كيدعمونا من داخل مكناس اولا خارج مكناس اولا من داخل المغرب ولا خارج المغرب، شكرا لكم بزاف، شكرا للناس اللي ربحوا. ويكفي انه غادي دابا كلشي يتواصل معنا، الناس الثمانيه اللي ربحوا يتواصلوا معنا في الواتساب باش نصيفطوكم السلعه ديالكم ان شاء الله اولا الربحه ديالكم، اولا صيفطونا الناس ديالكم اللي كيجيوكم للمحل، اولا تجي المحل انت تقضي الغرض ديالك. يكفي انك تجيب لنا التصويره ديال الوقت فاش ربحتي والتصويره ديال الكونت ديالك. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في لايف جديد اللي غيكون يوم الخميس. الصحه والراحه. وعليكم السلام ورحمه الله.